سالي، يعني رح نبدأ صباحنا لليوم بقرتنا الأولى من الجمعيات يلي بتختص بالشأن الطبي. ب30 تموز العام الماضي تم إشهار الجمعية السورية للداء الزلقي، وهي جمعية ترعى مرضى الداء الزلقي، وهو مرض يصيب الجهاز الهضمي ويعرف بعدم تحمل لمادة الجلوتين في الجسم. لحتى نتعرف على نشاطات الجمعية والتسهيلات يلي عم تقدمها لكل الأشخاص المنتسبين إليها، معنا السيدة أحلام الشعراني عضو مجلس إدارة في الجمعية. يسعد صباحك. صباح. والسيدة ثناء أحمد الأحمد أمينة سر الجمعية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. أهلا فيكم. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم. رح نبلش معك مدام أحلام لنحكي داء الزلاقي، هو أصبح كان يعني شوي ما كتير العالم هي متعرفة عليه بالمعنى الدقيق أو التفصيلي تبعه. هو بيصيب كتير وهو شائع صاير، ولكن يمكن التعريف فيه هو أساسي. فنحن نعرف ليش احدثتوا جمعية؟ مثل ما قلتي هلا، مرض الداء الزلاقي ما كان مرض معروف عنا، وكان قليل يعني يعتبر كان نادر حتى. هلا هو كان مشهور اكثر شيء باوروبا، هو مرض يعني بسموه للعرق الاوروبي، بس يعني ما بنعرف شو اللي صار. صار عندنا هون فعلا اصابات كبيره وبمختلف الاعمار، يعني ما عاد يخص بس الاطفال، نحن كنا نسميه سوء امتصاص للاطفال. بس هو اسمه العلمي الداء الزلاقي. هلا صار يصيب الاطفال، صار يصيب الشباب، صار يصيب الكبار بالعمر، صارت الاعداد تزيد. هلا بالنسبه للجمعيه، نحن اول شيء بلشنا مثل ما نقول نواة، يعني كنا كم شخص تعرفنا على بعضنا بالصدفه، ممكن مثلا ونحن عم نجيب الاغراض اللي بتخصنا، الاطعمه اللي بتخصنا، جمعنا كنا يعني بنعاد على الاصابع يعني. بعدين صرنا نكبر، عملنا جروب على الواتس، اول جروب، ثاني جروب، خلص اول جروب سكر، ثاني جروب طبعا ما عرفنا من اصدقائنا. حلو. صارت العالم تدل على بعضها كذا، صرنا ثلاث مجموعات على الواتس كاملين. عملنا صفحه على الفيس، عملنا على التليجرام. بعدين انه نحن فعلا عم نكتر كل يوم، عم نكتر، فنحن لازم نساوي شيء نساعد بعض فيه، ويكون فعلا هو يعني دعم نفسي طبي، تعاون، تبادل خبرات. نعم. فنحن هون فكرنا انه نسوي فعلا جمعيه سوريه للداء الزلاقي. نعم. والحمد لله اخذنا الموافقه الاشهار ب 30 تموز 2020، وصار في عنا جمعية سورية للداء الزلاقي. نعم. طبعا هي الجمعية اكيد لها دور كثير كبير بالنسبة للعديد من الاهالي والاشخاص يلي هن فعلا محتاجين ليعرفوا اكثر معلومات عن الداء الزلاقي، وايضا لحتى تقدموا لهم تسهيلات. مدام سناء، خلينا نعرف اكثر شو التسهيلات يلي ممكن انتم تقدموها للاشخاص يلي بينتسبوا للجمعية. نحن مبدئيا اول التسهيلات اللي اخذناها هي تسهيلات طبيه. نعم. فنحن مثلا مريض الداء الزلاقي لما بيجي لعنا بينتسب للجمعيه، نحن بنقدم له، بيجي بينتسب نعمل له بطاقه صحيه. البطاقه الصحيه بتخوله انه هو يفوت على المخابر يعمل تحاليل، تقريبا بياخذ عليها حسب. ونحن اكثر شيء لما قدمنا التسهيلات الطبيه كانت يعني ممكن المريض نحن يشخص عن طريقنا المرض، ممكن الخزعه، ممكن تحليل الخزعه حتى. نحن المريض داء الزلاقي كثير اعتنينا فيه، حتى من ناحيه المعالجات السنيه، المعالجات الجلديه، نحن قلنا له انه ممكن يروح واعي المستوصفات حامل هاي البطاقه وهو يستفيد منها. فالمريض الداء الزلاقي لما بينتسب لهي الجمعيه هو عم ياخذ كثير تسهيلات بكثير امور طبيه، يعني في حسومات طبيه طبعا، وموضوع التنظير المعدي اللي هن بيحتاجوه تمام، والخزعه، وحتى تحليل الخزعه. نحن هذا كثير مهم عنا، يعني احنا عنا موضوع تحليل الخزعه هو الاكثر يعني بيكون بدقه لحتى يشخص، بحاجه الى مخابر خاصه بيشخص. نعم. المرض يعني هذا اكثر نقطه احنا بشخص المرض، لانه نحن الى الان حتى ممكن اذا ما تحلل، يعني اذا ما تحلل او الخزعه، انه يعني اذا ما عملوا تشخيص للخزعه وتحليل للخزعه ما عم يتشخص المرض صحيح بشكل صحيح. يعني ما فينا نقول نحن انه المريض الداء الزلاقي مجرد معدته عم تجعه، مجرد تحسس من الجلوتين اللي عم ياخده، الا اذا هو عمل تنظير واخذ خزعه وحلل هي الخزعه. تمام. هو هذا اللي بيصير، يمكن تحليل عدم تحمل او المضادات، يعني الدم مو دائما هذا التحليل بيكون دقيق، دائما بحاجه للخزعه وتحليل الخزعه. تمام. يعني ميسان يمكن عم نشوف بروشور مع مدام، نحن هذا البروشور تبع الجمعيه السوريه للداء الزلاقي. تمام. حتى بنوضح، يعني نحن حتى بنوضح فيه
انه شو هو التحاليل اللي لازم، وحتى نحن وصلنا على فكره للتحليل الجيني. التحليل الجيني هو اللي اذا اخذ الواحد عمل تحليل جيني فممكن يكون سلبي، اذا سلبي خلص طول حياته ما عاد في عنده داء زلاقي، اما اذا طلع ايجابي احتمال، يعني احنا بنعرف انه التشخيص بيكون احيانا من الصغر، احيانا ممكن هو كبير بعدين. التحليل هو يعني مجاني؟ هو شو مكلف؟ لا، تحليل الجمعيه مكلف، ولكن الجمعيه تقريبا ثلاث ارباعه عم بتغطي ابدا. فهو تحليل يعني معروف عنه هو التحليل الجيني اللي هو رمزه HLA-DQ2 HLA-DQ8. هذا كثير مهم. هذا الرمز الجيني مثلا اذا في حدا عنده داء زلاقي بيقدر يعمله لاولاده مثلا ليطمنوا عليهم؟ هذا الصح، هذا الصح. يعني احنا دائما عندنا المريض داء زلاقي بخاف اولاده يكونوا معه لانه في هو نسبه يعني، فنحن لحتى ننفي هذا الموضوع نحن بنحس اغلب الاهالي اللي عندها داء زلاقي الابن معلش يروح يساوي، انا كل اولادي لازم انا يروح يساوي هذا شو اسمه لحتى انا احميه من هو صغير، لحتى لانه الطفل طالما هو مريض داء زلاقي يعني وما عم ننتبه عليه هو عم بياخذ كل شيء سيء بجسمه يعني. صح صح. رح ننتقل لعند حضرتك مدام احلام، يعني يمكن في اليه للانتساب، مو خلينا نخبر كل اللي الاشخاص اللي عم يتابعونا اذا حابين ينتسبوا لهي الجمعيه شو هي، كيف بيقدروا يدخلوا لها؟ عندنا نوعين من الاعضاء بالنسبه للجمعيه، عندنا عضو مستفيد اللي هو المريض الداء الزلاقي، وهون في اي مريض بالداء الزلاقي في ينتسب لعنا على الجمعيه، المطلوب منه انه هي اوراق رسميه معروفه يعني صور شخصيه وكذا، بالاضافه وهذا اهم شيء اللي هو التشخيص تبعه اللي عباره عن تحليل الخزعه من التنظير. هلا في كثير عنا منتسمين بيجوا بيقولوا ايه نحن مضيعينا، او نحن مثلا نحن تشخصنا على التحليل وكذا، او في منهم بيجوا لعنا حتى انه نحن قالوا لنا معنا داء زلاقي بس نحن ما سوينا لا تحليل ولا خزعه، فنحن كجمعيه بنساعدهم بنوجههم وبنوجههم كمان على اماكن الحصومات اللي نحن حسنا نحصل فيها حصومات ان كان مخابر او ان كان الاطباء. حتى مشكورين، انا بدي اعقب كمان على زميلتي، نحن عندنا الاطباء الهضميه والاسماء الكبيره بالبلد كلياتهم ساعدونا يعني كلياتهم بدون اي استثناء، نحن ما في ولا طبيب توجهنا له كاختصاص هضمية وما كان داعم لجمعيتنا، وكثير منهم قدموا حصومات عالية جدا ان كان موضوع التنظير وان كان بموضوع المعاينات، حتى في منهم قدموها مجانية. مشكورين جميعا، فعلا ما خذلنا حدا منهم الحمد لله. الله، فنحن هدول اللي بدهم ينتسبوا للجمعية اذا ما عندهم التشخيص اللي بأكد اصابتهم فنحن بنوجههم انه بحيث انه يحصلوا على هذا التشخيص وينتسبوا للجمعية، وقتها بياخذوا هي البطاقة الخاصة. البطاقة الخاصة نعم. بالجمعية. هلا في عندنا العضو المؤازر اللي بيكون ما له مريض داء زلاقي لكن هو حابب انه يشارك، وهن اغلبهم هدول الاطباء اللي بينتسبوا معنا او المخابر او كذا. تمام. نحن ايضا بدورنا بنتشكر هدول الاطباء أكيد. يلي عن جد هو عمل انساني بحت، ويمكن خلينا نقول الجمعيه هي مو بس بتقدم خدمات ماديه وايضا هي عائله ممكن تخفف يعني خدمات نفسيه بنقدم كمان، نحن دائما عم نحكي للمرضى نحكي عنه شوي. تمام. نحن عندنا اكثر شيء جمعيه المريض الداء الزلاقي احيانا بيعاني من خجل، يعني بيكون عنده انه خجلان لانه ما بيقدر ياكل مثل غيره، ما بيتضيف حتى. تمام. انا ما باكل انا، فاحنا اول شيء ممكن يجي مريض الداء الزلاقي على الجمعيه محبط، يعني انه انا ماني عايش بهذا المجتمع بعتبر حالي او بعتبر حالي منزوي، ولكن نحن لما بيفوت نحن بندعمه نفسيا، انت عم تاخذ حميه صحيه يعني لحتى الشخص السليم، انا بعتقد اذا هو بـ بـ يعني انه بيمشي بهي الحميه فهو بيكون مرتاح، يعني انت عم تمشي على حميه غذائيه صحيه للجهاز الهضمي تبعك، فانا دائما بقول له انه انت لما بفوت على الجمعيه بيكون محبط، فانا بفوت بنناقشه بنقدم له دعم نفسي له، وممكن لما يكون عندي طفل انا داء زلاقي انا بقدم لاهله الدعم النفسي. نحن وصلنا لمرحله انه احنا كنا بدنا نروح على المدارس، يعني احنا بدنا نروح على المدرسه اللي الطفل اللي موجود بين رفقاته هو مريض داء زلاقي. نعم. فانا شو بساوي؟ انا بروح كنا بدنا يعني انه كانت هي قبل ما تيجي جائحه كورونا، قبل ما تعطل المدارس كنا نازلين على المدارس ونحن حننصح الطلاب يعني فيها، انه مثلا انا بقول للتلميذ الصغير بيناتهم انه رفيقكم هذا مميز انه ما بياكل مثلكم، فانا ما بعرض عليه ياكل بسكوته مثلكم، انا بنصح المدرسه هي ام هنيك يعني، لانه انا بقول لها انه هذا انتبهي لهذا له شغله خاصة. يعني حاله خاصه يعني، فانا لازم انتبه عليه. هذا اللي نحن قدمناه يعني طبعا انه هي الحميه الخاصه بدنا نذكرها لمشاهدينا اللي ممكن ما بيعرفوا عن داء زلاقي، هن انه ما بيقدروا ياكلوا القمح ومشتقاته وماده الجلوتين الموجوده ببعض الشعير يعني هي العديد من الاطعمه يلي
ما بيقدروا انه هن يعني بيدخل بعدد كبير من الاطعمه القمح عندنا، يعني شغله فيها ملونات، شغله فيها مواد حافظه، كله هذا كثير سيء لمريض الداء الزلاقي. يعني هي حميه دقيقه جدا كثير، ودائما مثل ما قلنا هي الوضع النفسي هو بيلعب دور كبير. صحيح. طيب كيف عم تسعوا كمان ايضا لنشر الوعي عن حول هذا الموضوع؟ يعني بالمدارس هي دعم رائع، ولكن نشر الوعي حول ثقافه انه في اشخاص ما بيقدروا ياكلوا هي الماده، وعن جد هن كثر بس يمكن ما كان كل المجتمع بيعرف فيهم، ولكن لانه توفرت المواد وصار عنا سوريا، لازم نذكر انه صار عنا بسوريا شركات خاصه مختصه بهذا الموضوع، هي عم ترعى هذا الموضوع. يعني عندنا منتجات كثير كبيره صح. حتى كان في كافيه جديده فاتح انه بس لرعايه المرضى حميه خاصه للجلوتين، يعني صحيح. فري جلوتين حتى حتى السكري يعني صحيح. هذا الشيء ايضا يمكن هو صار نسبه وعي كبيره، لانه كمان الاشخاص بحاجه انه يروحوا يقعدوا كافيه ويقدروا ياكلوا يعيشوا حياه طبيعيه. يعني بالنهايه يعني هذا المرض هو بس انه الحميه، اما الحمد لله نحن ما بناخذ حبه دواء زياده. صحيح. ما عندنا نحن دوانا هو طريقه الطعام، يعني اكل صحي، يعني طريقه الاكل هي دوانا. فيعني هو انسان طبيعي، مجرد ما التزم بالحميه انسان طبيعي. طيب ننتقل شوي لنشاطاتكم. بتعملوا مدام احلام نشاطات بالجمعيه، خبرينا عن هي النشاطات. طبعا هلا نحن عندنا سوينا قبل ندوات توعيه، في منها غذائيه وفي منها طبيه. هلا عندنا خلال شهر رمضان مثل ما قالت زميلتي انه كان عندنا زياره للمدارس، وكان عندنا افطار مأدبه افطار، بس للاسف المدارس سكرت والاهالي سافروا يعني بالعطله الطويله، فالمأدبه اجلناها لوقت ثاني ان شاء الله. هلا مثل ما حكينا شهر ايار هو شهر التوعي عن السيلياك. نعم. نحن بسوريا ب 18 ايار عملنا اليوم التوعي عن السيلياك، فبهذا اليوم ان شاء الله رح نحاول يكون في بازار خيري ليوم واحد، وفي عنا مأدبة طعام كمان بس رح تكون للأطفال السيلياكيين والسكريين، لأنه هدول المرضين متلازمين عند الأطفال. يعني دائما الطفل السكري على الأغلب بيكون معه داء زلاقي، وداء الطفل داء الزلاقي ممكن يكون معه سكري، يعني مو أكيد. فنحن هون عاملين هاي المأدبة لحتى يعني ينبسطوا ويتعرفوا على بعض ويعرفوا أنه الاثنين عايشين حياة طبيعية، وبيحسنوا مع المرضين كمان يعيشوا حياة طبيعية. لأنه المريض السكري الطفل إذا التزم بحمية الجلوتين ممكن مو أكيد بمراقبة دكتوره ممكن ما يحتاج لدواء السكري، وممكن طبعا أنه يحتاج على حسب نوع السكري اللي عنده. تماما مدام أحلام، حتى الشيء الخاص بالأطفال قديمهم أنتوا تجمعوا الأهل أيضا طبعا مشان طريقة أحيانا التعامل مع الطفل، لأنه عم يواجهوا الأهالي بهذا الموضوع صعوبة جدا، وخاصة الطفل ما بيعرف شو يعني حمية غذائية، بده ياكل شيبس، بده ياكل كل شيء فيه سكر. ده الاهل ايضا عنصر مهم للتوعيه. صح. يعني نحن عملنا ندوه بمركز ثقافي بابو رمانه، يعني احنا جبنا الاهالي وجبنا الاطفال معاهم. نحن كان في عنا جبنا اخصائي التغذيه روعه التجار، ونحن كمان جبنا المهندسه الغذائيه وحكينا بهذا الموضوع. حلو. قديش احنا كان عنا مهم انه كل الاهالي تعرف شو اهميه هي الحميه الغذائيه. نعم. شو اهميه انه الطفل انه تدعميه، شو اهميه انه هو لازم يلتزم بهي الحميه الغذائيه وما يخرج عنا ولو سنتي واحد مثل ما بنقول. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق، فعلا شيء بكبر القلب انه نحن نهتم بفئه معينه صغيره بالمجتمع وندعمها بهذا الشكل الكبير، وبنتمنى ايضا انه هاي الثقافه وهذا الوعي ينتشر بمجتمعنا، وندعم اي شخص ان كان سكري ان كان سيلياكي او ان كان اي شخص عنده اي حاله صحيه، يعني انه هو يتخطاها بسهوله بسبب الاشخاص الداعمين حواليه. شكرا لكم. شكرا. نتمنى لكم كل التوفيق يا رب. شكرا لكم مدام احلام، حابه توجهي رساله هون عم بالمنبر الاخباريه لكل اللي عم يتابعك. صح. انا حابه اقول انه اي مريض بالداء الزلاقي بتمنى انه يتوجه للجمعيه وينتسب لها، لانه نعم. هو راح تكون الجمعيه بيته الثاني. نحن بنأمن له الدعم الطبي، الدعم النفسي، التثقيف له وللمجتمع الصغير اللي حواليه وللمجتمع الكبير كمان حواليه. فانا بدعو كل مريض بالداء الزلاقي انه ينتسب معنا للجمعيه. ان شاء الله يا رب. شكرا لوجودكم معنا، وان شاء الله الرساله تكون وصلت على شاشتنا الصغيره.